اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين النهارده سهرتنا مع بعض. الاهلي في رمضان وضيفنا النهارده ونجمنا، مش ضيف ده نجم. الحقيقه اللي ما شافوش فاتوا كتير. مدافع كنت تحب تتفرج عليه، مدافع كان بيحب ينقل الكوره من رجل لرجل، مدافع كان شرس جدا في الملعب، بس اعلى اخلاق ثلاث سنين ورا بعض واخد احسن اخلاق، ما خدش انذار واحد. لاعب تحتار فيه كلاعب، ما بالك بقى لما بقى مدرب ومدير فني، قمه في الاخلاق. عمل لعيبه كتير واجيال كتيره طلعت من تحت ايده. بنرحب بنجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر كابتن ماهر همام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا اسم، اهلا بيك حبيبي ومكانك المفضل. اهلا بيك، ربنا يكرمك يا رب. متشرفين بوجود حضرتك يا محمد كابتن ماهر. حضرتك قامه وقيمه في النادي الاهلي. ربنا يكرمك. انا بقول دايما حضرتك يعني قبل وجود المدافع العصري اللي احنا بنتكلم عنه الوقت، عارف كنت بتعمل كل حاجه في الكوره. نيجي دلوقتي بنتكلم على البيلد اب، كابتن ماهر همام كان بيعمل بيلد اب قبل ما الناس اساسا تعرف ايه فكره يعني البيلد اب هنا. فطبعا كابتن ماهر همام مدافع عظيم جدا، اتمنى الحوار يكون النهارده شيق، هنكشف لكم عن كواليس كتير جدا يا كابتن ماهر. حضرتك عايزين بقى نبدا من حيث بدايتك انت مع النادي الاهلي، ازاي كابتن ماهر همام انتقل للنادي الاهلي، وازاي كابتن ماهر همام تواجد مع جيل عظيم جدا داخل النادي الاهلي حقق بطولات كتير. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر اسره البرنامج على البرنامج الشيق الجميل اللي معمول في رمضان، المشاهده جميله جدا والناس كلها بتتابع بشكل كبير. وخرجنا بقى عن يعني موضوع جميل، والاهلي في رمضان موضوع جميل بيحسب للاستاف كله على النجاحات اللي انتوا فيها ان شاء الله وبالتوفيق باذن الله. عايز اقول لك ان انا واحد من ضمن جيل السبعينات اللي عاش في شوارع كرة القدم حي العباسية، الحي اللي تولدت فيه، من الأحياء الشعبية المعروفة بكرة القدم زمان، كرة الشراب اللي هي كانت الشهيرة، ومعظم نجومنا الكبار كلهم مارسوا هذه. كان معانا قال نفس الحته دي. كره، حتى كمان محمود الخطيب يعتبر اعظم لعيب في تاريخ الكوره برجل الرجل، يمكن هي اللي علمته المهاره، هي اللي علمته لحد ما وصلته لهذه النجوميه. عايز اقول لك ان كانت الشوارع فاضيه وقتها، ما كانش فيه سيارات بهذا الكم والزخف الكثير. الشوارع كانت تعتبر ملاعب، الشوارع كلها كلها ملاعب. بالزبط. يعني تلاقي شارع فيه مثلا ملعبين ثلاثه، ودي يمكن ساعدتنا كمان، اديتنا عايز اقول لك انك انت كنت بتلعب مش مباراه واحده، مباراتين وثلاثه واربعه، طول ما انت موجود في ظروف عنيفه وقاسيه سبحان الله. اديتنا بعد كده محمد، خد بالك، اديتنا الشخصيه، اديتنا القوه، اديتنا الباور، اديتنا التحمل. الكره الشراب دي يمكن علمتنا المهاره، خلتنا نبدع بشكل كبير. عايز اقول لك انا لما بدات حارس مرمى، يعني بلعب مع السن بتاعي لعيب، لكن مع الاعمار السنيه الاكبر حارس مرمى. لا جديده دي، وعلى فكره دي تديك ميزه كبيره جدا كمدافع. بالظبط، برافو عليك. حارس المرمى الزوايا اللي بيشوفها انت حاسس بيه في ظهرك. بالظبط. عايز اقول لك كمان القوه والقلب اللي ربنا اداهولي بسبب حراسه المرمى، نتيجه ان انا كنت بلتحم، الكوره بتيجي في صدري، بتيجي في وشي، كل دي كانت بتديك صفات اراديه انت ما كنتش واخد بالك منها يعني. صحيح. وعايز اقول لك الكبار كانوا اخواتي الاكبر مني بقى، يعني كانوا مشهورين في العباسيه. ليا محمد ده كان صانع العاب رهيب في كره الشراب، يعني كان معروف باسم حماده في الحي وفي المنطقه. لعيب مهاري على اعلى مستوى، وبعدين مجدي اللي وراه نفس الكلام. فاحنا عيله كلها يعني لعيبه كوره، عيله مهاريه، وعيله العائله كلها خلي بالك منها طبعا، يطلع منها مدافع. بالظبط، يبقى مهاراته اكيد عاليه. فعايز اقول لك هيثم ان حراسه المرمى كمان اديتني حته عدم الخوف، الباور، الشخصيه، حتى كمان الالتحامات. ودي ساعدتني بعد كده لما رحت النادي الاهلي. انا رحت النادي الاهلي، الظروف ساعدتني بشكل كبير جدا. رحت عن طريق الاتحاد العباسيه، كابتن متولي ده اكبر كشاف في العباسيه، ده بيدي الفتره دي كان بيدي الاهلي وبيدي الزمالك وبيدي الترسانه وبيدي الاسماعيلي. يعني وكيل 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 لاعبين، بس بقى على الفيرجن القديم. يعني زي عم عبده البقال كده طبعا كده. استمرارا. بالزبط. وكان في الوقت ده السكاوتنج هو فكره هو الكشف. وسبحان الله وانت كمان بتساعد في نفس الوقت. يعني انا عايز اقول لك ان انا تواجدت معاه يمكن تمرينتين ثلاثه بكتير قوي. ولما رحنا لعبنا للنادي الاهلي بالصدفه كنت بلعب باك رايت ولابسين ابيض وانا لابس شورت اسود، والمهاجم اللي قدامي جاب ثلاث اجوال في الاهلي لابس شورت اسود. فاختيار الكابتن مصطفى حسين في بين الشوطين قال له انا عايز الباك رايت الطويل ده والواد راس الحربه اللي جاب الثلاث اجوال دول. فانا فاكر في التقسيمه ما لمستش الكوره اكتر من مرتين ثلاثه، ف
فايه يعني الراجل اللي لعب بره ده يعني شفيه ايه يعني بالظبط. فطبعا لما روحت وبدا بقى يدردش معايا ويتكلم معايا وتاريخ ميلادك كام وتقدر تجيب لنا السماره كان عندك كام سنه يا كابتن سعد؟ وقتها 70 و71 كان عندي حوالي 13 سنه صغير يعني كانت بدايتي كده واخد بالك 13 سنه ومع النادي الاهلي. عايز اقول لك ان الكابتن مصطفى حسين في الفتره دي ما لعبنيش باك رايت يعني تاني تقسيمه مع النادي الاهلي لعبني سيرد باك فقال لي مش هتلعب باك رايت هتلعب طب مساك. هو كان يقصد بكده انه عايز النادي الاهلي يشوفك في حاجه معينه ولا هو كان شايف ان انت تتالق في المكان ده اكتر؟ هو اللي عرفته بعد كده بقى لما كبرت قال لي مهرا انت كنت اطول واحد في الولاد وبعدين الطول ده في الباك رايت مش بمواصفات الباك رايت، الباك رايت بيبقى فيها سرعه وخفيه فانا حسيت انك انت الطول ده تقدر تخدمنا في المكان ده فقلت العبك مساك يعني شكلك كده شكل يعني عارف السندباكات زمان كان بيبقى ليهم ستايل بقى الطول والقوه والصحه بالظبط يقول لك عليه ده مساك يعني هو شكله مساك سبحان الله هو يعني بدات كان كابتن سمير ابو سعود مدرب والكابتن ممدوح خفاجه وهو كان مساعد معاه كابتن فتحي نصير مع كابتن مصطفى حسين وبدات بقى اخش مع 13 سنه والامور تمشي ما كنتش بلعب بصفه اساسيه اللي كانوا موجودين كانوا اقدم مني وبيلعبوا بس انت كان شخصيتك احترافيه يعني لو احنا بنتكلم دلوقتي على اللي موجود حضرتك كنت تدري جيدا يعني احتراف والتزام ويأكد كلام حضرتك ان انت ما كنتش اساسي في الاول بالظبط فازاي وصلت لده اكيد بالالتزام والتدريب واثبات ازاي بص يا اسم الالتزام والتدريب والنظام من المؤسسه نفسها يعني بصراحه يعني فعلا احنا تربينا في مؤسسه النادي الاهلي يعني انا تملي بقول لسه كنت بتكلم قبل الهوا انا بشبه النادي الاهلي بالجنه في الارض يعني لازم الناس تعرف كده عظيم المصطلح ده جنه الارض في الرياضه هي النادي الاهلي واحنا نحسها اللي بره النادي الاهلي انا دلوقتي مع الانتاج الحربي كرئيس قطاع ناشئين انا حاسس انها يعني مش عايز اقول كلمه ان انا في النهار بتلسح طبعا بعيد عن البيت الكبير وبعيد عن الجنه دي حضرتك تصريحك تكملته بقى كمان ان انت حتى خير النادي الاهلي بيكون عليك طبعا بره النادي الاهلي طبعا احنا كلنا حتى الناس اللي بتشتغل بره النادي الاهلي خد بالك بتشتغل على حس النادي الاهلي وتاريخها طبعا اللي عملته بيشفع لها بشكل كبير عايز اقول لك المؤسسه يا هيثم محمد هي اللي ربطنا على كده يعني انا ابويا وامي ناس غلابه وربونا وكل حاجه لكن لما تخش بقى تلاقي قيم في النادي الاهلي تلاقي الصلب وقتها ومين اللي بيصلي بيه الكابتن مصطفى حسين والمدربين وخد بالك واقفين احنا وراه صف واحد تبص في التغذيه تلاقي طابور ماشي رايح على المطعم طب هل حضرتك ذكريات مع العظيم الراحل صالح سليم يعني برضو يعني اكيد كابتن صالح في الفتره دي كان في عزه واكيد كل واحد بيفخر انه كان في تعامل معاه مباشر ليه ذكريات معاه ليك ذكريات مع كابتن صالح سليم يا كابتن الكابتن صالح انا حضرته كمدير كوره جيل التلامذه بالظبط وشفته بقى شفته وهو بيتعامل مع اللعيبه ازاي كانت الناس تقول لك ايه الناس بتخاف منه واللعيبه بتخاف منه وكابتن صالح كان عصبي وكابتن بيشتم اي حد لا 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 الكلام ده كلام كله مش مظبوط كل المقربين اجمعوا شفت مدير كوره على حق قائد وكابتن بيتعامل مع الناس ازاي واللعيبه حضن عليها ازاي واللاعب اللي بيتكلم يفضل يسمع له ازاي وتخش تطلب منه طلب تلاقي الباب مفتوح اي حاجه انت عايزها تحس كده ان فعلا ظهر مش مدير كوره يعني ده كان راجل سابق عصره ده رئيس نادي ده يعني هو باين انه كادر اهلاوي بيعد ان هو هيصبح رمز في النادي الاهلي بالظبط وبعدين كمان يعني اول محترف لعب في 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 جراتس النمساوي بالظبط في الكره المصريه وعايز اقول لك ان الاحتراف اللي هو شافه بره جه طبقه بشكل كبير جدا صحيح في شغله فرق معاه جدا فرق معاه في شخصيته طبعا التفكير كابتن مصر كابتن النادي الاداره سواء كان مدير كوره سواء مجلس الاداره طبق ده واكيد هو ده اللي خلى النادي الاهلي يفرق في وقته يفرق انه جاب فكر جديد جاي من اوروبا بالظبط يعني عايز اقول لك حاجه هيثم محمد من ضمن الحاجات اللي اختارها لما احنا بدانا ننضج بقى قال لك المجموعه دي لازم اجيب لها اعظم مدرب في العالم مستر هيدوكوت مستر هيدوكوت احنا كنا في مرحله كنا فيها يمكن 12 13 في الدوري كنا وبعدين
فكر بقى طبعا هو لا انا شايف ان في صف طالع محمود الخطيب ومصطفى عبده وزيزو كابتن فتحي مبروك وكابتن محسن صالح جه من بره هو وكابتن وبدا عبد الباقي جه من بعض اللعيبه. لكن كانت الفكره بقى بتاعت كابتن صالح ازاي الولاد دول الموهوبين يتم استغلالهم في الملعب بشكل جيد. ففكره كان سابق عصره. ف افتكر ان كان لي صديق في المجر او حاجه زي كده هو اللي رشح له فعلا او السفير نفسه سفيرنا في مصر في المجر رشح له مستر ريدوكوتي ففعلا راح له زياره. خلي بالك ما كانش فيه انترنت زمان وما كانش فيه كان هي التليفون بالظبط لازم تبقى عجب بالتليفون في وقت معين عشان اقدر اجيبك فعشان يوصل لبره لحد يرشح له الموضوع ده برضه بياخد مجهود. طبعا وهي حاجه مهمه كمان حضرتك بتحكيها لنا كابتن ماهر ان فكر الجيل التلامذه ده ما كانش يا جماعه حاجه بالمصادفه ده كان مشروع كامل. انت ازاي بعد فتره الستينات كانت صعبه جدا على النادي الاهلي ورجعنا 73 المحله خد الدوري وبعد كده 74 البطوله لم تكتمل طبعا حرب اكتوبر العظيم بعد كده 75 النادي الاهلي مع مستر هيدوكوتي عمل الطفره دي. حضرتك بقى مستر هيدوكوتي يعني كان مدرب محترفا قبل ان ياتي الاحتراف حابين حضرتك تجربتك مع مستر هيدوكوتي استفدت منه ايه؟ ايه الحاجات اللي مستر هيدوكوتي انت ما تنساهالوش؟ ايه الطفره اللي عملها مستر هيدوكوتي على المستوى الفردي معاكم؟ بص يا محمد عايز اقول لك ان كان وقتها صعب جدا الناشئ يطلع من قطاع الناشئين للفريق الاول، صعب قوي يعني نجوم يعني عايز اقول لك نجوم في المكان ده نجوم كابتن حسن حمدي حسن حمدي ومصطفى يعني يونس والدكتور سمير حسن طبعا. كان برضك من السباكات القويه جدا كان في احمد بهجت كان في كابتن محمد سميه كان في حازم خالد انا عشان اطلع مكان يعني مكان عتاوله فوق صعب قوي يعني. صعب جدا لكن عايز اقول لك اللي خدمني في وجود خواجه يعني حتى سالت كابتن فؤاد شعبان الله يرحمه قلت له يا كابتن فؤاد هل كنت ممكن لو انت ماسك تطلعني؟ قال لي لا يمكن. قال لك كده قال لي لا يمكن يعني رغم امكانياتك وهو عارفك قال لك لا يمكن قال لي صعب لكن طبعا وجود خواجه بالفكر ده طبعا ساعدني بشكل كبير يعني شايف حاجه معينه بالظبط واحنا وقتها كنا داخلين افريقيا وشوف الفكر بقى فطبعا هو افريقيا عايزه بساك بمواصفات طول وقمه بجد العاب الهواء والبدن بالظبط ده اللي حصل مع كابتن مجدي عبد الغني برضو بالظبط تقريبا الاحتياجات الخاصه بالصفات البدنيه دي يعني حضرتك بتحكي كمان ذكريات تدل ان مش شيء عشوائي مع كابتن ماهر يعني بس خلي بالك البدني يا كابتن ممكن تبقى بدايه طريقك ولكن عشان تكمل حقيقي. مش هيبقى بدني طبعا لازم هو شاف مهاره معينه اكيد واللي تعرف عن حضرتك ان انت كنت من المدافعين المهاريا عليين يعني تحب ما بتطفش بالبلدي يعني مش تاخد الكره تطفش لا بتحب تاخد الكره لازم تسلمها من رجل لرجل فممكن ده يبقى في البدايه ولكن بعد كده استمرارك كان مجهودك ومهاراتك هو بص يا هيثم تاكيدك لكلامك المهاره جت من خلال المراحل السنيه يعني احنا المراحل السنيه كل شغلنا تحت كان بيبقى عباره عن المهاره والمهاره تفضل شهر شهرين ثلاثه لحد ما الناس تتقنها يعني صحيح. جميع المهارات فكانت اصعبه مهاره ضرب كره براس ومهاره ضرب كره براس دي يعني انا ساعدت نفسي فيها بشكل كبير جدا وبعد كده المدربين ساعدت نفسك ازاي يا كابتن يعني وانا مروح مره من المرات كده لقيت راجل بتاع بالونات ماشي فاديته الشساغ فاخدت منه اربع بالونات فلما اخدت الاربع بالونات خدت منهم بالونه نفختها واخد بالك زمان بقى بيوتنا القديمه السقف العالي وبعدين السلك اللي فيه اللمبه طبعا فروحت جايب كرسي ومعلق البالونه فنزلت بقى شكلها حلو كده واخد بالك متعلقه قدامك فامي الله يرحمها طلعت من المطبخ فقالت عيد ميلاد مين ده النهارده؟ قلت لها حاجه بس خش كلمي طبيخ بس مفيش عيد ميلاد ولا حاجه انا هعمل عيد ميلاد مع نفسي يعني وبدات ابص كده يا هيثم محمد ف لقيتها بقى يعني عارف حمراء بقى كده وجميله وشكلها حلو فرحت رايح ناطط لعبها بدماغي الله رحت مكرر قعدت ساعه اشتغل على القصه دي كل يوم بعد التمرين اجي اشتغل كده شفت انا وقفت على حته اساعد نفسي برافو عليك يعني لان هو اصل هيساعد نفسه ازاي؟ صحيح خلي بقى حضرتك البالونه وزنها خفيف فانت لما بتيجي تلعبها اي درجه او اي زاويه بتخلي البالونه تروح في اتجاه غريب بالظبط فانت اديتك حساسيه في راسك كل حاجه بقى بالزبط. يعني حتى في تعليم المهاره بعد كده اكتشفت
لما جت مهاره ضرب كره بالراس جه دورها فلقيت المدرب بيوقف القاطره كلها. بص ماهر بيعمل ايه بيعمل ايه الله. والمهاره بتاخد بقى ايه يعني بتاخد مننا ايه اسبوع 10 ايام شهر انت متقنها اصلا. فانا شغال بقى طول الشهر انا النجم النجوم فيها إيه وقف فلقيت نفسي كل حاجه بتتعمل بجرب رجلي الاثنين اطلع اعلى ولا برجل ورجل. شفت واخد بالك زي الممثل لما بيتقمص دور الشخصيه. ايوه طبعا واشتغل على الهيستوري. انت عملت كده انت تقمصت دور المدافع لازم يعمل ايه بالظبط بالظبط وعشت وده في حياتك بالظبط وهو ده سر عبقريه يعني نجم كبير قاعد. يعني انا عايز اقول لك حاجه هيثم كل صوري لو تلاقيها انا طالع في الهواء صحيح كده خلاص وبعدين طالع في الهواء انا مفتحها يعني انت تلقائي ما بتقفلش بلا شعوريه لو الكوره جت هتلاقي نفسك مغبط عينيك. والله يا كابتن انا عايز رساله تروح للاعبين الموجودين دلوقتي لان احنا كابتن وجود قامه زي حضرتك بجد لو الحوار ده يا جماعه ما استفدناش منه صحيح. يبقى احنا اهدرنا حاجات كتير جدا صحيح. بعض اللاعبين لازم يسمعوا كابتن ماهر حمام. بص انت عدد الساعات اللي بيشتغلها على نفسه عشان خاطر هو عايز ينمي مهارات عشان خاطر عايز يبقى افضل مدافع. البعض كده. دلوقتي لازم يفهم ان وقته في الكوره قليل وقتك بعد الكوره كتير اعمل اللي انت عايزه بس اتعلم من قدوه زي كابتن ماهر حمام بيكلمنا في حاجات فيها احتراف قبل ما يجي الاحتراف يا كابتن. طب هحكي لك حاجه كمان يا محمد يا هيثم. كابتن صالح لما يعني كان بيقعد معانا بقى طبعا فقلت له يا كابتن انا كنت بعمل كذا كذا. قال ما انت فقير بقى انا اغنى منك بقى. فقلت له ازاي يا كابتن؟ قال لي كان عندنا نجا فاهمه واخد بالك وفي نهايتها فيها الكوره اللي احنا بنولع منها النجا اه كريستال اه. فطول ما انا نازل تك وانا طالع تك قلت يا خرب يعني بص. فقال لي خد بالك الموهبه كده كل واحد موهوب ربنا مديله حاجه ها آه. انت كنت بالبالون انا بالكره دي عايز يوصل يا كابتن بيوصل بالظبط ودي الرساله لعبتنا ودي حاجه احنا الحقيقه يعني شايفين ان هي الاكبر اللي عمل تاريخك هو اللي حضرتك بتتكلم ده. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع والحقيقه انتظرونا. انا الحقيقه مستمتع بهذا الحوار جدا مستمتع بالرسائل اللي كابتن ماهر همام بيقدمها لجيل كبير ممكن يكون بيتفرج علينا. انتظرونا ما تروحوش بعيد ولكن بعد الفاصل. يمكن كان الحوار حتى مستمر في الفاصل. كابتن ماهر همام فعلا بتستفيد منه دروس عظيمه في الاحتراف وفي الانتماء وفي كل حاجه. يمكن كنا بنتكلم عن ماتش الاتحاد يا كابتن ماهر وحضرتك النادي الاهلي بيحقق فوز معنوي وفني يفرق معاه قبل مباراه الزمالك. شفت المباراه ازاي وشايف النادي الاهلي قبل مباراه الزمالك ايه اللي محتاجه عشان خاطر يكون جاهز؟ بص يا محمد انا عايز اطمن الناس بس ان ما تقلقش على الـ على الـ الـ المؤسسه الكبيره دي ما تقلقش على فريق الكوره ما تقلقش على النادي الاهلي. ساعات جمهور الاهلي كده بيقلق لما يحصل اخفاق مباراه او مباراه تتعادل فيها او مباراه تخسر ده وارد. انت بطل بقالك 3 سنين ما ريحتش بطل ما شاء الله بتلعب في 5 بطولات وبتحقق 5 بطولات. فانت النهارده في علم التدريب بالذات يعني لما بتوصل للقمه قمة الهرم هنا بيبقى في وقفة بقى من اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي ان انا لازم اضعف في المجهود عشان احافظ على لان الكيرف اوريدي بينزل بيا. لو حصل بقى ان احنا اتعادلنا مباراة وخسرنا المباراة الثانية من سموحة لكن دي بتبقى واردة يعني حتى احنا في جيلنا حصل بهذا الشكل. لكن المباراة الثالثة بيبقى في تحدي ويمكن جمهور النادي الاهلي كان عارف كلنا كنا عارفين ان احنا هنكسب مباراه الاتحاد روح الفانيلا الحمراء بتبان بالظبط وهنلعب مباراه قويه ومباراه لان احنا جيل بيورس جيل كل الظروف اللي بتمر بيهم. طب نصيحتك ايه للعيبه يا كابتن في هذا المجهود البدني والذهني الغير مسبوق؟ يعني اكيد حضرتك مريت بهذه الفترات او مريت بحاجه مشابهه اكيد هم محتاجين يسمعوا نصيحه من قيمه الجزء حتى والجماعه في الملعب لا مهم جدا هيثم سؤال مهم جدا خصوصا في الفتره بتاعت رمضان الصعبه دي. احنا في اخر يعني 5 ايام او قبليها اسبوع الاخير من رمضان الصيام برضه بيبقى فيها شيء من الصعوبه الحراره نفس الكلام بتاثر بشكل كبير. عايز اقول لك ان البيت هو الملجا الوحيد لحمايه لاعب كره القدم. مهم قوي البيت الملجا الوحيد لحمايه لاعب كره القدم ده العنوان فسره صراحه يعني لا فسرها لي حضرتك يعني البيت بعد ما اخلص تمريني بروح البيت واخد بالك بقعد طبعا اطمن على الاسره حته النوم
لازم لازم انام الثمان ساعات بتوع الليل اللي ربنا قال عليهم، بيفرقوا معايا جدا بشكل كبير يعني. يعني انا كنت بنام واكل البيت يا كابتن، واكل البيت يعني التغذيه مهمه جدا في الفتره دي. طبعا الغذاء الراجل الرياضي يعني طبعاً. الزوجه خلاص عرفت هو احتياجاته ايه وبياكل ايه، حتى كمان السعر الحراري كمان بالنسبه لطباخ النادي كمان اللعيبه بقى عندها ليست او عندها برنامج ماشي عليه. لكن النوم يا هيثم محمد مهم جدا، النوم انت لما بتنام 9 ساعات 10 ساعات الليل بيفرقوا بشكل كبير جدا. يعني انا عايز اضرب لك مثل ببتريكا، يعني كان بينام ويصحى على الفجر، بس كان بينام الساعه كام بقى؟ عندك 9 10 11 12 1 2 3 4 بعدين يقوم يصلي الفجر مثلا 5 وبعدين ينام يعني بعد كلمة كده. كلمة السر يا كابتن النوم بدري، نوم تدي لجسمك القسط من الراحه المطلوبه، هتقوم واحد تاني خالص. بالظبط والتزام البيت يعني، خاصه احنا في ظروف في جائحه وفي يعني كورونا وبتاع، فانت اكيد محتاج تحافظ على نفسك. طبعا فاذا حضرتك بتقول ان في فوائد كثيره جدا من التزامك البيت. بالظبط ودي نصيحتك للضغط زي ما انت قلت. يعني موضوع كورونا ده لازم ابعد خالص عن التجمعات، يعني ما ينفعش يا جماعه. يعني لازم وبعدين السواقه، يعني في ناس موجوده في التجمع وموجوده في يعني باجي سايق لحد ما اوصل الجزيره مع كوبري اكتوبر والزحام اللي احنا بنشوفه ده، بتاثر اكيد على العضلات بالنسبه للضمه وبالنسبه للسمانه الشد العصبي. فانا عايز اقول لك، وبعدين طبعا كل 3 ايام مباراه، طبعا ضغط كبير جدا واقع. وبعدين كل 3 ايام مطالب منك 3 بونت ومكسب واداء، مش بتلعب بس. بالظبط الجمهور عايز اداء وعايز نتيجه وطالب الاثنين، وبغض النظر عن 70 80 مليون اهلاوي. يعني معلش يا فارس، نصيحه من ذهب والله. يعني انا كلام حضرتك انا حتى باخده لنفسي الشخصي، ان انا انصح بغيري ان انت تلتزم بيتك وقت ما يبقى عليك مجهود كبير. بالظبط نصيحه يا كابتن والله. يعني انا اقول حاجه يا ايسام، انا كنت في المنتخب بيتراهنوا عليا، يعني عارف انت كل الناس عايزه تنام معايا او عايزه تيجي تنام معايا. بالظبط كده. فانت خد بالك بعد كده بتكتشف ان النوم ده هو اللي بيدي لك الاداء بقى، التجدد، التميز، الشخصيه. بالظبط زي ما بقول لك، انا فترات جيت كنت بشيل 3 معايا مثلا خط الظهر. طبعا عايز اقول لك ان من 80 ل 84 كانوا بيحاسبوني لما يجي جول، ما لهمش دعوه مين معاك. انت السبب. 80 ل 84 بالظبط 4 سنين. 80 افضل لاعب من ضمن السكواد بتاع كاس الامم الافريقيه 80. يعني كابتن ماهر همام انجاز عظيم. يمكن احنا دايما بنذكر كابتن وائل جمعه بتواجده ضمن قائمه منتخب افريقيا، لا كان موجود كابتن ماهر همام كمان من الثمانينات. يعني حضرتك بقى اللمسه الدفاعيه نقدر نشوفها في وجود عوده بدر بنون، حضرتك بتشوف ازاي عوده المدافعين دول فرقوا مع النادي الاهلي في الوقت المهم ده؟ شفت تاثير ده في الملعب ايه في مباراه الاتحاد؟ هو يعني ربنا كرمنا ببنون، ودي من ضمن اختيارات لجنه التخطيط بصراحه، اللي يعني اختيارات ناجحه. من اختيارات الناجحه بشكل كبير جدا في خط ظهرنا. يعني يعني مش بنقلل من قيمه رجالتنا، بالعكس يعني الاولاد كلهم بيقوموا ادوار، يعني فعلا لما بيطلب منهم كلهم بيأدوا باداء مميز. يعني رامي وياسر، مش عايز انسى اسماء، يعني حتى ايمن اشرف لما بيبقى موجود او بيروح ناحيه الهاتف، معلول برضك مفتقدينه بشكل كبير جدا. عوده بنون بانت يمكن في الاسابيع اللي قبل كده، يعني الاسابيع اللي قبل كده كان واضح قوي الاداء ما كانش موجود مميز في الجزئيه دي. وده يحسه الشناوي، يعني تملي حارس المرمى تساله يقول لك يعني في فترات انا بحس بامان فيها لما بقى فيها موجود بنون. صحيح. فيها ياسر. صحيح. فيها ايمن. صحيح. فرامي. فعوده بنون طبعا ونعكس عليه في اخر مباراه، كان من افضل مباريات الشناوي في الفتره الاخيره. مباراه الاتحاد فعلا. بالظبط كان في تنظيم دفاعي. يعني كان المباراه قبل كده يمكن الشناوي حاسس يعني الامور صعبه شويه، عوده بنون بتديله ثقه. يعني بنون تحس كده زي الجراح اللي بيشتغل بمشرط ما حدش حاسس بيه. صحيح. بيصطاد كده باسلوب راقي واخد بالك. باستثناء بدر بنون بتاعه. كابتن يعني باستثناء بدر بنون وتالقه طبعا، حضرتك شايف مين من الدوري الموسم ده لفت نظرك؟ يعني حضرتك شايف مين من المدافعين، ومش هنقول كمان في النادي الاهلي، هنقول على مستوى مصر كلها، اللي حضرتك شايف انه لفت نظرك الموسم ده؟ انا شايف الونش في الزمالك كمان يعني طالع بقوه واخد بالك. في حاجات بس عايزه تتظبط شويه، يعني واخد بالك، يعني في اندفاع قوي جدا داخل ال 18 وده مش مطلوب. لازم يبقى في حس للمدافع
وانت داخل ال 18 لازم الحس ده. طب بلاش النصيحه دي قبل ما نروح الاهلي عشان نتمنى واحده من الالتحامات دي ضربه جزاء ان شاء الله ولا حاجه. طيب مش 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 هنزود اكتر من كده، لكن من ضمن المدافعين اللي وجهه النظر الفنيه طبعا احنا كابتن لانهم كلهم ولادنا، خد بالك يعني اذا كان الاهلي والزمالك ما هو احنا ولاد عم زي ما بيقولوا، والفتره دي الامور اتحسنت بشكل كبير جدا عن الفترات اللي قبل كده. الفترات اللي قبل كده كان فيها احتقان بشكل كبير، يعني كانت في ناس يعني عايز الصد في الماء العكر زي ما بيقولوا، ومع الاسف شخصيات كبيره ومسؤولين كبار في نادي الزمالك كانت بتحاول. طب قول لي يا كابتن، انت استعداداتك لمباراه القمه يعني حضرتك اكيد كان ليك بروتوكول بتعمله تتفرج فعلا اقول لي بقى طبيعتك فيها فعلا تخش انا كل المباريات يعني بدون استثناء ليا راس الحربه اللي هلعب عليه ده دوري ان ازاي يمنع راس الحربه ده ان هو يخش ال 18 عندنا او هو يستغل اي فرصه. كنت بتذاكر اذاكر كويس قوي يوم الثلاث يوم الاربع ده انام احلم براس الحرب. النهارده هلعب ضد الكابتن حسن شحاته في نادي الزمالك. كابتن حسن شحاته ده يعني عمنا كلنا وكابتن مصر ومن اللعيبه اللي مش هتتكرر في تاريخ الكره المصريه. هو لاعب وهو مدرب بانجازاته اللي عملها مع مصر على خلق الامانه يعني من الشخصيات. وعلي خليل كمان برضك من ضمن اللعيبه الموهوبه، كان اثر على لعيب بيروح له جول هداف بالفطره. فانت النهارده عشان تلعب على واحد من دول فلازم تقعد تذاكر له قبليها بثلاث ايام. وسبحان الله الاعداد الذهني ده بعد كده لما عرفت في التدريب الاعداد الذهني ده بيجيب نتيجه 100% انك انت بتذاكر صح، فاللي انت بتذاكره تلاقيه. علي خليل سريع فلازم تعمل له مسافه شويه عشان تقدر تلحقه في السرعه. واوقات لازم تقطع من قبله. واوقات لازم تلتحم بقى عشان تحسسه انك انت النهارده بس التركيز ده يوصل لان موسم يعني 76 يا كابتن هدفين بس يدخلوا فيكوا على مدار الدوري كله. ده اعجاز. يعني ازاي حصل ده يا كابتن؟ يعني عايز اقول لك كان في قصه جميله جدا في الموسم ده. الحاج حليم الله يرحمه اللي هو اكبر مشجعي النادي الاهلي في اسكندريه كان عامل 500 جنيه جايزه للاعب اللي يهز شبكه اكرامي الشبكه العذراء. يعني هو كان عامل مكافأة لأي لاعب في الدوري بالظبط ينجح بالظبط. بس على فكره دي مش مكافأة ده تحدي. تحدي طبعا. يعني هو بيتحدى فرق الدوري ان يقدر يهز شباك النادي الاهلي في وجود الكوكبه اللي موجوده دي. طبعا وفعلا ده حصل. مين خد الجائزه؟ ريحان. يعني ريحان المحل على ما اتذكر دمياط. واحنا كسبنا 3-1 المباراه دي. فانا عايز اقول لك حتى اسمه ارتبط بقى، يعني بقت الناس تعرف ريحان اللي سجل بقى هدف. طب خلينا لا ده احنا عندنا لسه كتير يا كابتن وعندك في كواليسك كتير، بس خلينا نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين مكملين معاكم، بس هنطلع في الفاصل بقى ونيجي للفقره المحببه لضيوفنا ولينا وليكم وفقره السحور ونستقبل الشيف طبعا اكيد يعني نستقبل. انا كده شبعنا كتير عليها يا كابتن. كده شبعنا كده لا يا كابتن انت هتشوف سحور هيعجبك جدا. هيكون معانا شيفنا طبعا الشيف الكبير محمد خطاب، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم وطبعا كلنا مستمتعين بضيفنا كابتن ماهر همام، مستمتع بوجود كابتن هيثم طبعا في الحلقه دي. طبعا يا كابتن ماهر عندنا مباراه القمه، وطبعا مباراه القمه جايه في ظروف حساسه ومختلفه عن اي موسم في رايي، لان احيانا القمه كانت بتؤجل لنهايه الدوري لو حضرتك تفتكر، كانت بتكون كل شيء اتحسم فكانت بتبقى تحصيل حاصل زي القمه بتاعت الموسم اللي فات. مره دي القمه جايه وفي بند الجداره اللي ممكن بيتحسب عليه معدل النقاط يحدد بطل المسابقه، فلها اختلاف واولويه مهمه جدا. حضرتك حاسس ايه بالقمه؟ وعايز افكر حضرتك كان معانا كابتن رمضان السيد في حلقه وسالناه قبل مباراه الاهلي والزمالك، مين يا كابتن رمضان تتوقع يسجل في القمه؟ ولو توقعت صح هنعرضها لك في الحلقه الجايه. قال محمد شريف هو اللي سجل الهدفين. بس برضه قبل ما نتكلم على ماتش الاهلي طبعا والزمالك القمه لازم نرحب طبعا بشيفنا والله حضرتك متوصل بشيفك. لا خلي بالك انا شيف محمد منور يا شيف منور. عامل لنا ايه النهارده يا شيف محمد؟ النهارده في فول بالبصل بس كويس، وعندنا زبادي خلاط، وعندنا الفول يا شيف برضو طمنا على الفول والطعميه طبعا ده الاساسي والطعميه الاساسي، وفي فواكه في عصير فراوله في حاجات كتيره. خلي بالك الكابتن عايزين يعني كابتن ماهر طبعا انا صايم يا شيف يعني انا في الاكل ضعيف قوي. والله لا هنجرب بس
لكن في بيتي بقى طبعا هنا لازم اكل طبعا طبعا طبعا. اهلا بيكم كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب كابتن. طيب كنا بنتكلم عن مباراه القمه. حضرتك قول لنا شايف المباراه ازاي، وتتوقع مين يتالق او يسجل من الاهلي عشان ان شاء الله برضو يبقى فعل حسن ونعم. بص يا فارس، احلى المباريات اللي ممكن تلعبها، يعني انا اتمنى ان الدوري العام كله يبقى قمه. مباراه الاهلي والزمالك مباريات جميله تصنع النجوم. ممتعه طبعا طبعا، فيها كل حاجه ممكن تتخيلها، يعني تصنع نجم ناشئ مدرب تاريخ صحيح. فالنهارده انت معاك قدماء الكره المصريه، كل الناس هتستمتع واستمتعت بالمباراه اللي احنا فزنا فيها 2-1. وعايز اقول لك ان كل الناس مستنيه اللقاء ده، مش هيحدد فيه بطوله الدوري. يعني انت حابب شايف ان هو بدري قوي ان احنا لان انت كل 3 ايام بيحصل اخفاقات احنا شايفينها واضحه قدام عينينا. فالنهارده المباراه دي هتنقلنا، يعني ان شاء الله باذن الله يعني يكون لينا الافضليه في اليوم ده. وانا يعني عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي بصراحه، يعني متفائل يا كابتن قوي قوي. وفي المباراه دي بالذات هم كمان الدوافع عندهم والشخصيه والاداء بيزيد. بس خليني اقول لك حاجه، انا احب دايما، انا قاعد مركز في كلامك كابتن كويس قوي، وباخد من كلام حضرتك حاجات معينه. كابتن ماهر منه لاعب من الطراز الاول بيقول لك يا رب يبقى الموسم كله ماتشات قمه. بالظبط مباريات القمه. في لعيبه يا كابتن في انديه اخرى، النادي الاهلي دي شخصيته، لعيبه في انديه اخرى بيقولوا يا خبر ماتش قمه، طب اعمل ايه، طب اروح فين، يحاول يتجنب المباريات دي. شوف شخصيه، قال لك يا رب يبقى مباريات القمه. هي دي الشخصيه اللي احنا عايزينها تفضل موجوده، وهي موجوده صحيح. بس انا باخد من كلام حضرتك امور يمكن تعدي على كل حضرتك شايفها عادي، بس هي مش عاديه طبعا. يعني يا رب يبقى الموسم كله ماتشات قمه. دي شخصيه. انا كنت بحب كده يا اسف، انا كنت بحب كده، بحب العب كل مباراه الاهلي والزمالك. للنادي شايف بقى المباراه فنيا ازاي يا كابتن؟ شوف عايز اقول لك حاجه، احنا فنيا يعني قريبين من بعض، يعني من ناحيه الفضول بصراحه، من اكتر المباريات اللي جت واحنا يعني في تكافؤ في تكافؤ فرص، ودي حقيقه. يعني يعني ساعات ناس تقول لك ايه، لا الاهلي اعلى الزمالك اقل، لا الزمالك اعلى، لا 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 خلينا فنيين ومعتدلين، يعني قريبين قوي من حراسه المرمى، من خط الظهر، من نص الملعب المدافع، من لتحت راس الحربه، من راس الحربه. لكن زي ما بقول لك احنا طب نفسيا يا كابتن، بعد حتى نفسيا كمان الدوافع عندنا احنا اكتر والشخصيه اكتر، والحمد لله المرحله الانتقاليه اللي احنا اتكلمنا عليها ان احنا بعد ما وصلنا للقمه الكيرف نزل بينا عديناه الحمد لله، لان بدك الناس حست حاسه بالخطر، حاسه بالخطر، ما ينفعش الاهلي يتعادل المباراه ويخسر المباراه، دي بتبقى كارثه. طب يا كابتن تؤمن بالمقوله اللي يقول لك مثلا احنا كلنا كنا لعيبه، وكنا يعني بيبقى فيه برضو حته يقول لك اصل الجيل ده راكب على الجيل ده، تم بالمقوله دي؟ يعني ساعات يجي يقول لك ايه، اصل ده في جيل كامل جه كعبه عالي على الجيل ده كامل، تم بالمقوله دي ولا الملعب بيدي المجتهد؟ الملعب هيثم، اصل انا عايز ابقى راكب على الجيل ده بشغلي وادائي ومجهودي وشخصيتي. بس معلش يا كابتن ماهر، مع مستر هيدوكوتي انتوا كنتوا مكتسحين. انا بس عشان كده انتوا كنتوا مكتسحين. يعني عايز اقول لك ان احنا جيل الحمد لله 40 في ال 11 سنه لعبتهم دوري ممتاز، يعني ما خسرتش غير مباراه واحده في ال 11 سنه. فانا عايز اقول لك قمه، فاحنا ورثنا طبعا الاجيال اللي بعد كده طبعا، خد بالك. ف يعني شوف مين اللي بيقول الكلام. طبعا يعني لا معلش، حضرتك اللي بتقول الكلام اللي هو 11 سنه ما خسرش غير مباراه، يقول لك لا اسف ما فيش حاجه اسمها جيل راكب على جيل، بالملعب وبالاداء اركب. طبعا وهو ده الواضح، ان احنا عندنا فرقه بتفرض شخصيتها، بتفرض اسلوبها داخل البساط الاخضر او داخل 90 دقيقه، وعندنا من اللعيبه اللي تقدر تحرز لنا اهداف، عندنا مفاتيح كثيره جدا من اللعيبه المميزه اللي تقدر تفرض اسلوبها، وتقدر يعني تبقى مباراه ايجابيه بالنسبه لنا. الثلاث نقاط، الثلاث خطوط او الاربع خطوط بحراسه المرمى اكتملوا، احنا عندنا نضج موجود في اللعيبه. بس عندنا صراحه عندنا غيابات فنيه، ويمكن كارتيرون كان بيصرح ان هو سعيد ان فرقته مكتمله. طبعا احنا عندنا غيابات كتير كمان، اجايه ومعلول مؤثرين جدا، ولاعبين لسه راجعين من الاصابه، عندنا حمدي فتحي مش موجود، فيمكن ده شويه هيأثر، ولكن اتمنى نستغل الدفعه النفسيه بتاعت نهائي افريقيا والمباراه الاولى في الدوري فوز،
يبقى فوز ثالث على التوالي هيكون مهم جدا. طب لاعبين بقى في خط الهجوم، لاعب زي قفشه نضج يا كابتن، بتشوفه بتشوف قفشه تقل كده بقى شبه اللعيبه بتاع ما شاء الله الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي، تحسه شبههم كده، بيشبهني بصفا عبد الحليم الله يرحمه بصراحه يعني. يا سلام. في حته المهاره والتحرك والاستلام والتسليم، وبعدين في حاجه كمان يعني زادت في قفشه كمان، حته الروح دلوقتي بدا يتزحلق ويحتك ماتش اللي فات ماتش القياده، وبعدين حته الغيره جدا يعني طول المباراه عمال يدوس هنا ويدوس هنا ويدوس هنا، وبعدين ربنا كمان اداله حاجه كويسه قوي، بقى تحت الكوره يعني بقى اهدافه نتيجه ان هو بيوصل نفسه، وخبرك بيحط نفسه تحت الكوره، الكوره الثانيه بالذات اللي بتطلع من المدافعين الخصم بيقدر يسيطر عليها بشكل كبير جدا، وهو كمان بيجيب تصويباته المميزه، طلع هدف في ماتش المحله من على خط المرمى بالظبط المباراه اللي فاتت، يعني هو ده مش دوره بالظبط بس في كل كلام الكابتن مستشهد بيه انه في كل حته في الملعب دايس. وخد بالك عايز اقول لك ان بقى الاحتراف دلوقتي موجود خصوصا بتوع نص الملعب بالذات، اذا كانوا الاثنين الديفندر او الثلاثه اللي قدامهم، من البوكس للبوكس كره حديثه، كميه الجري زادت بالنسبه لهم 13 كيلو. صحيح. فالنهارده يانج والسوليه وفتحي بيجروا الكميات دي، ربنا يحميهم يعني بصراحه، يعني من بوكس لبوكس النهارده بتحس هو بيدافع موجود في البوكس بتاعنا، بيطلع كوره زي ما انت اتكلمت هيثم من الجول، وبعدين مع الخصم كمان بره ال 18 موجود او جوه ال 18 بيسجل كمان. يا كابتن حته برضو عايز راي حضرتك فيها، قفشه بيحتاج نص فرصه بالظبط للتهديف او لصناعه هدف، نص فرصه، فدي برضو انا اللي اعرفه انها بتيجي نتيجه تركيز عالي جدا وشغل على النفس جوه الملعب وبره الملعب. صح. جوه الملعب زي بقى ما كابتن ماهر اتكلم، ده كمان عارف منتاليتي وعقليه لعبته اللي قدام كمان ازاي عليك. ازاي شريف العب له واخد بالك الكروس ده على راسه، ازاي شريف احطها له في خلق مساحه عشان يجري عدلته ازاي، مروان محتاج الكروس اللي يقدر يجيب منه جول ازاي، ازاي الشحات احط له في مساحه عشان يسبق يجري، ازاي اصلح له عشان يشوط. يعني النهارده الجمله اللي عملها الشحات والسوليه دي جمله عالميه بصراحه، الفاول التكتيك اللي اتعمل وراح متباص في ماتش اللي احنا كسبنا فيه الجول بتاع السوليه اللي شاته. هو بقى الفكره ان مستر موسيماني بيشتغل على جمل كتير، ولكن يمكن حتى للاسف الحاله البدنيه اللي اثرت على اللاعبين في بعض المباريات والغيابات يا كابتن هيثم هي اللي خلتنا في بعض الاحيان نبان اقل شويه، فهي سبحان الله يمكن عوده ايمن اشرف، عوده بنون، يمكن عوده محمود متولي حتى لو مش هيشارك في مباراه الزمالك، محمود لعيبه كابتن مقاتل ومثابر، فحضرتك انت شايف ان الظروف الفنيه ساعدتنا ان نروح مباراه الزمالك واحنا احسن شويه ان شاء الله بس كابتن في حته انا عايز وانا عايز اقول لك ان التملي احنا بنحترم نادي الزمالك طبعا، الاحترام ده واضح من اللاعبين، والاحترام ده بيدي لك المبادره طبعا، يعني تملي انا لما بحترم الخصم اللي قدامي اذا كان نادي الزمالك او نادي الاتحاد في المباراه الماضيه واضح قوي، الاحترام ده بيدي لك الايجابيه، بيدي لك المبادره، بيدي لك ثقه تركيز انك انت تركيز انك تركيز. انت عندك من الملكات انك انت تقدر انك انت تخلص الجيم ده، وعندنا من المهاجمين الحمد لله اذا كانوا على الدكه او اللي هيشاركوا جاهزين. لا انا عايز اجيب الحته دي، اخد من حضرتك بقى حته مهمه جدا، اللعيبه اللي رجعوا من الاصابه زي بدر بنون وايمن اشرف، انا كمشاهد مش متابع يعني لو انا واحد من بعيد مش هفتكر او هفتكر ان دول مش مصابين مش راجعين من الاصابه بالظبط، فاذا ده اشاده رقم واحد للجهاز اللي جهزهم يرجعوا الملعب بالشكل ده يا فارس، خلي بالك لان انا ممكن ارجع لعيب من الاصابه الناس تقول لك يا ده راجع من الاصابه حالته صعبه قوي، وممكن ارجعه من الاصابه الناس ما تحسش انه كان راجع من الاصابه، وده فعلا بنون حسنا فيه. لا ما هو ده بيرجع ليه طبعا للموسيماني وجهازه المعاون بتاعه طبعا، فريق عمل خارج الملعب كمان، موضوع الاستشفاء ده موضوع صعب جدا، ازاي نرجع اللعيبه دي للفورمه الرياضيه بتاعتهم. عايز اقول لك هيثم ما بقاش بعيد يعني، اصل انت شوف اللعيب الاساسي يعني، انا كنت مثلا ايه لو جالي انفلونزا وغبت مثلا مباراتين المباراه الثالثه اكني موجود عادي ليه؟ لانك انت رجلك موجوده في الملعب. نعم رجلك موجوده في الملعب، فهم ما شاء الله كلهم رجليهم موجوده في الملعب بقالهم ثلاث سنين وبيأدوا اداء يعني بصراحه اداء مميز. بس مش هننسى يا كابتن تتوقع مين يتالق في القمه ويسجل اهداف؟ انا شايف يعني شريف بتحركاته بصراحه تاني؟ بصراحه يعني وهو يمكن المباراتين اللي فاتوا دول رؤيه مدافع رؤيه مدافع المباراتين اللي فاتوا بعد عن الثلاث خشبات فمشتاق يعني الفرص الفرص اللي بيجيله انا شايف فيها لسه الدقه والاتقان. مباراه زي دي هيبقى فيها تركيز
خد بالك يعني اللعبه لوحدها من غير ما تقول لها هتلاقيه مركز في الثلاث ايام اللي هم قبل المباراه ان هو عايز اكتر سجل. واحد تسال على المهاجم عليه هو المدافع طبعا وهو من المهاجمين الخطرين يعني انا وانا بلعب يتعبني قوي المهاجم اللي بيتحرك كتير مش متمركز المهاجم ما فيش كتير. فكره التارجت انا بالظبط اي كره ميته هو فيه بالظبط واي كره لو ميته هو مقرف واخد بالك وبعدين ناقص عنده متابعه يعني الحاجات اللي فيها رد فعل واخد بالك هو بيروح لها وبيحط نفسه في الاماكن اللي بيجي منها جوال يعني في اماكن في ال 18 الفرد الذكي بيروح يرشق فيها زي حسام حسن كده طبعا وبعدين تجي له التك يروح جايبها خلاص تخبط في واحد وترد له يروح حاططها تخبط مش عارف ايه زي عماد متعب واخد بالك دايما بيعمل التراي ومتوقع الكوره ما بيقفش وبعدين كمان عايز اقول لك ان وجود قفشه وراهم فبيقدر يغذيهم زي ما هم عايزين يعني صحيح في رجل في الرجل في مساحه في مساحه على الراس على راسه على يعني دي برضك مهمه جدا عايز اقول لك دور بقى الاطراف محتاجين محمد هاني شويه يعني ناحيه الشمال برضك كان معلول بيفرق معانا بشكل كبير جدا مفتاح لعب جميل ان شاء الله يانج بدوره مع السوليه دور يانج برضه عامل دور كويس بصراحه طب الناحيه الثانيه يا كابتن الناحيه الثانيه شايف احنا نقدر نوقف المفاتيح ازاي برضو حته فنيه خط الوسط بالذات محتاجين نعمل ايه يعني كلمنا برضو مش بس على نفسنا كمان على الخصم نقدر نعمل ايه هم برضك فيهم الزمالك عنده في الثلاث خطوط لعيبه قريبين مننا يعني هو عنده في خط النص طارق بالمجهود الوافر خصوصا لما طارق كمان ما بيطردش يعني كل الخطوات اللي عليه قرارات دي حصانه خلي بالك يا محصن يعني هو لكن هو لو قلل الحاجات دي هيبقى حاجه كبيره قوي كابتن هيقلل ازاي وما فيش قرارات بتتاخد ضد لكن مع الاسف للاسف كل ماتش دلوقتي الحكام بيفضلوا بعد الفاول ال 13 يبدا يفكر في الكارت الاصفر فرجاني بعيد شويه يعني فرجاني مش هيجدد مش هيجدد يعني لكن لعيب كويس لعيب طبعا محوري بشكل كبير جدا نادي الزمالك لكن هو بردك شغله حته التمرير بن شرقي يا كابتن المساحات بن شرقي لعيب مميز لعيب يعني يقفل المساحات ازاي من وجهه نظر حضرتك يعني هو بن شرقي زي ما قلت لك كده لازم تضيق عليه يعني ما يستلمش لو استلم مساحه ويفكر واخد بالك دي خطورته فانا الخطوره دي ان انا ابدا اتوقع قبل ما تجيله افضل اقرفه في دي ضغط ضغط ولو استلم ازهقه بالبلد بالظبط يعني. بيلفش بقى لما بيلف عنده الخطوره بتاعت ده حقيقي ولو لف يطلع لبره يعني بس يا كابتن حضرتك الاستاذنا في الموضوع ده مباراه القمه ممكن تلاقي لعيب مش معمول حسابه وشفناها كتير ويتم الدفع بيه خاصه في النص ساعه من الشوط الثاني الاخراني بالظبط شايف ده ممكن يتطبق في المباراه دي ولا ده صعب من الفرقتين خلي بالك يعني كان زمان مباراه القمه يعني دايما لها نجم كده نجم والتملي كان بيجي من الناشئين يعني ناشئ بقاله مبارتين ثلاثه يتم الدفع بيه يتم الدفع بيه انا مش شايف ال لا في الفرقتين يعني كلهم معروفين وبقى لهم فتره موجودين على الساحه ما فيش حاجه اضافه يقدر زمان كان يعني المدربين يقول لك ايه النهارده في مفاجاه وحتى قريب القمه ما ده اللي بساله شايف لا مفاجات في التشكيل بالظبط مش هيبقى في مفاجاه مستر مانويل جوزيه مره دفع باحمد حسن استاكوزا حتى كلاعب لو مش ناشئ برده كان في مباراه في تفوق فيها النادي الاهلي بس انا مع حضرتك ان في المباراه دي ما فيش اسماء من بره ولكن ايه بقى مباراه القمه اللي كابتن ماهر همام ما ينساهاش يعني مباراه كده حضرتك مع الزمالك ما تنساهاش عايزك تختص كده في الذكرى مباراه لا مالهاش حزع مباراه القمه 78 كاس مصر بس لو مالهاش حزع الكابتن ماهر 4-2 لان دي كانت ليها كمان ظروف قبليها ظروف غريبه الشكل يعني احنا كنا خسرنا الدوري بجول اعتباري بالظبط الهدف الاعتباري لصالح الزمالك هدف المحله الزمالك 2-0 الاسماعيلي في اسماعيليه واحنا كسبنا المحله 4 ولو كنا جبنا جول 5 وجبنا جول 5 جابت جول تحكيميا الله يمسيه بالخير ويديله الصحه يا رب وكان هدف صحيح تحكيميا وجول خامس طبعا الزمالك في الاسماعيلي كانت مباراه سهله يعني مشينا بكاس مصر وصلنا فضلنا من دور ال 32 وبعدين ال 16 وبعدين ال 8 ل 4 وصلنا نهائي مع الزمالك اتصاب بقى نجوم النادي واخد بالك كان مصاب كابتن محمود وطبعا كان وقتها الظروف صعبه كابتن محمود الخطيب كان مصاب وطاهر الشيخ وكانوا جايين معانا المباراه مش احنا كمان مش عارفين هم في التشكيله وكان ظروف صعبه جدا بالنسبه لنا وبعدين خصوصا النادي الزمالك طلعنا 1-1 الشوط الاولاني
وبعدين علي خليل جاب جول الشوط الثاني يعني اتاخر الدنيا واحد. الدنيا اتلخبطت حصل طرد عند الزمالك للزمالك افتكر كان ممدوح مصباح كان طرده ولعبنا اخطر 14 دقيقه طوفان طوفان لدرجه ان مصطفى يونس كان ورايا ساب الحته اللي ورا دي ولا مرن انا طالع اجيب جول قلت له يلا يا عم توكل على الله لا ده هنكمل هنكمل كلامنا يا كابتن الذكريات دي بس استاذنك بقى لازم نكمل على السحور يعني احنا برضو الطاقه محتاجين نشحن شويه اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وهنكمل كلامنا بعد الفاصل ولكن بقى الكابتن هنعزمه على السحور انتظرونا ما تروحوش بعيد ولكن بعد الفاصل ورجعنا لكم طبعا ومستمتعين بالحلقة طبعا مع كابتن ماهر همام وأكيد مع زميل عزيز كابتن هيثم وطبعا كابتن ماهر في حاجة في الفصل كنت حضرتك بتتكلم فيها طبعا كابتن هيثم مركز مركز لا تعرفني أنا واخد اللوكيشن المظبوط حضرتك لا لازم الناس تعرفها حضرتك كنت بتتكلم طبعا كابتن محمود الخطيب والجيل ده وعلاقته باللاعبين بتوع الفرق الأخرى حضرتك اتكلمت عن اسماء كتير جدا حابب حضرتك توصل للجمهور الحته دي وازاي العلاقه كانت ما بين الجيل ده جميله جدا عايز اقول لجمهور مصر ان كانت العلاقه اللي بيننا احنا كنجوم النادي الاهلي موجودين في المنتخب وعلاقتنا بكل المنتخب اذا كان اهلي او زمالك او الفرق الاخرى ويمكن كان على راسنا كابتن محمود الخطيب يعني هو كان ليه علاقه حميمه جدا بكل نجوم مصر يعني على رأسهم مثلا لو اتحاد اسكندرية كابتن شحتة كابتن جارم كابتن عادل البابلي المحلة عمر عبد الله عبد الرحيم خليل مش عايز انسى اسماء كابتن علي بجريش اسماعيلي صحيح كابتن سيد بازوكا حتى علاقة كابتن محمود الخطيب بكابتن حسن شحاتة علاقة جيدة طبعا طبعا كابتن مصر بصراحة يعني كانت علاقة حميمة جدا وعايز اقول لك ان وما زال هذه الاجيال بصراحه يعني يعني تطمن عليه وتحب تشوفه حتى الان تواصل مستمر بشكل كبير حتى العلاقه اللي كانت بيننا وبين الاسماعيليه وبين السويس وبين بورسعيد الحته اللي كانوا بيقولوا يعني لا بالعكس احنا كانوا العلاقه بيننا وبين مصعب نور والسانجا في الاسماعيليه ودول بيعتبروا نجوم بورسعيد في عهدنا احنا علاقتهم بالكابتن محمود خطيب كانت علاقه حميمه جدا السويس نفس الكلام السويسة عايزين ننعي كابتن مدحت فقوسة طبعا مدحت فقوسة الله لعب للأهلي يا جماعة طبعا كابتن مدحت فقوسة طبعا الناس ما تعرفش المعلومة دي لا لعب للنادي الأهلي طبعا يعني كان من ظرفاء العصر الله. بصراحة يعني صراحة كابتن مدحت أطيب قلب يعني. ممكن تشوفه يا فارس هيثم وعشان كده ربنا كرمه يمكن في العشر ايام الأخر اللي هم يرحمه عانى من مرض على مدار سنوات فالله يرحمه طبعا وتعزينا لاسرته والاهله كابتن مدحت فقوسه من نجوم النادي الاهلي اللي طبعا شرف الكره المصريه المنتخب العسكري اول بطوله للمنتخب العسكري بالظبط مهم الناس تعرف ده والله كابتن مدحت وهو اهلاوي طبعا والده وجده اهلاويه وعيله اهلاويه طبعا 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 ويعني قيمه وقامه فعلا خسرنا يعني نجم من نجوم الكرة المصرية ويعني كانت ذكرى الكابتن صالح كمان في المايستيرو العظيم كابتن صالح يعني الأب الأكبر لينا ومعلم طبعا معلم الإدارة أنا في رأيي في تاريخ النادي الأهلي وهو حتى قال انا اتعلمت من كابتن مختار التش يعني مختار التش ده كان راجل عظيم كمان كابتن صالح اتعلم منه هو قال كده كابتن صالح ويشيد بيه ده حاجه يعني جميله التواصل الجميل ده اللي احنا بنقوله في لجل الشهر المفترج عايز اقول لك ان العلاقه بين الاهلي وبين السويس وبين اسماعيليه وبين بورسعيد علاقه حميمه من زمان وحاولت ناس كتيره جدا ان هي تبوظ حضرتك كنت بتكلمنا لسه يا جماعه مهم جدا برده عشان دي معلومات للتاريخ كابتن ماهر همام كان بيحدثنا عن استضافة مباريات نادي الإسماعيلي على ملعب مختار التتش بعد عودة الدوري في السبعينات على عكس ما قيل تماما بعد ما نادي الإسماعيلي ساب نادي الزمالك على خلفية بعض الحاجات مش محتاجين ندخل فيها كابتن ماهر همام بتأكد لي ان احنا استضافنا نادي الإسماعيلي في مباريات وكنت اتفرج انا كنت ناشئ وقتها تحت 13 اتفرج انا كنت اتفرج عليهم اتفرج عليهم كابتن هاني مصطفى صحيح لعب مع وكابتن هاني مصطفى لعب معاهم وكابتن شحاته اسكندريه بالظبط لعب معاهم
عايز اقول لك كابتن علي ابو جريشه هنا في قناه النادي الاهلي. كابتن علي ابو جريشه كان كبير كان موجود. كابتن علي ابو جريشه كان في القناه هنا. كابتن علي ابو جريشه طبعا المعلومه دي واكد الكلام اللي بيقوله كابتن مالك. يعني الاسماعيليه كمان فاكرين الكلام ده. مهم جدا كابتن هيثم لان احنا معانا كابتن ماهر ما كلمناش بس في الكوره, احنا كمان لمسنا علاقه كابتن ماهر باللاعبين. انا بشوف ان ده الجانب الجميل من كره القدم يعني للامانه. يعني كلهم يا فارس يا هيثم حبايبي. وانا بصراحه كل مهاجم لعبت عليه كان ليه شخصيته وليه مستو وكان راجل موجود في ناديه. يعني مش عايز انسى حد. يعني انا كان لي شرف العب ضد كابتن علي ابو جريشه وسيد عبد الرازق وامين دابو من اخطر الهجوم اللي ممكن تشوفها في المصري. طبعا كابتن مسعد نور الله يرحمه. في الاتحاد الكابتن شحته طبعا علم طبعاً. من اعلام الكره المصريه وعلم من اعلام الكره في اسكندريه. كابتن علي ابو جريشه وكابتن حسن شحاته في الزمالك وعلي خليل وفاروق جعفر طبعا من اللعيبه. الكابتن ابراهيم يوسف كان زميلي وحبيبي في منتخب مصر طبعا مع الكابتن مصطفى يونس. عايز اقول لك فارس هيثم انا ليه الشرف بقى ان انا لعبت مع مصطفى يونس وحسن حمدي ودول مثل الاعلى بصراحه. يعني انا استفدت منهم بشكل كبير جدا وهم فادوني صراحة بخبرتهم وأدائهم وشخصية الكابتنة اللي كانوا من خلالها. يعني كملت بعديهم من أحسن سنوات حياتي اللي أنا استمرت فيها في المنتخب. جيل بيسلم جيل زي ما حضرتك. صراحة من الخبرة اللي استفدتها من حسن حمدي ومصطفى يونس كباتن فعلا محدش يقدر ينساهم. عايز أقول لك إن جيل السبعينات الصورة اللي جت في أول البرنامج كلهم ليهم شخصيات وكلهم ليهم اداء اذا كان مع النادي او مع المنتخب بصراحه. يعني العظماء الصوره مخرجنا الجميل جاب لنا نخبه من اللعيبه اللي يعني كل لعيب ليه شخصيته وكل لعيب ليه حسه وكل لعيب ليه مهارته مش موجوده في حد غيره هو. فيعني انا تحيه خاصه لنجوم السبعينات وانا ليا الشرف ان انا اكون واحد منهم والعب مع النخبه الجميله اللي الصوره طلعت دلوقتي. ويعني اللي عايش منهم نقول له ربنا يديله الصحه. ويمكن احنا فقدناه بس يمكن الكابتن صفوت عبد الحليم ربنا يرحمه. لكن الباقي كله يعني ربنا يديله الصحه خلال شهر رمضان. بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين ويكونوا يا رب في صحه. كابتن يعني ريحه الطعميه اخبارها ايه معاك؟ انا خلاص مش قادر. الشيخ ما شاء الله صراحه يعني واضح ان الشيخ خلي بالك انا قريب في الطعميه الريحه متعدي عليها الاول محترف يعني يعني حضرتك بتقول انا ما بحبش اكيل بس طب يعني ما غيرتش رايك عن الريحه دي ولا؟ انا بقى في رمضان هيثم فارس قليل الاكل يعني ما فعلا ما شاء الله لسه حضرتك في محافظه حتى في الايام العاديه. يعني انا اول ما بتبدا ركبتي تزن عليا او توجعني وانا عامل حوالي 37 غرزه في ركبتي اليمين دي قاطع في رباط الصليبي والداخلي والغضروف وبطلت من خلالها. فانا بحافظ على اساس وزني عشان ما يبقاش في حمل على الركبه. اقدر بس اكمل مشوار. لا بس برافو عليك حضرتك. بس النهارده هنبوظ الدايت شويه. ده انا النهارده لازم نشارك طبعا يا جماعه برضه عشان نبقى عارفين كابتن ماهر همام ليه وقع اتحكت كام في مباراه الجزائر. احنا بنشوف كوره كابتن حسام غالي مع الاهلي الشهيره اللي هو شالها براسه من على الارض. كابتن ماهر همام يا جماعه حط وشه في مباراه الجزائر عشان خاطر يحمي الكوره في رجل المدافع. يعني انتم متخيلين عقليه كابتن ماهر همام والفداء اللي كان بيلعب فيها الواقع دي اسمها فارس. كابتن ماهر انت بتجيب وقائع الواقع دي سنه 84. عايز اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب كل ندواته اللي كان بيبدا بيها كان بيبدا باللعبه دي. يعني كان رمز من ضمن الندوات اللي هي قبل التجهيز للرئاسه الكابتن محمود الخطيب كان بيشيد بالواقع دي. يعني واقع فعلا يعني كانت صعبه وما تتنسيش. والكابتن عبد الصالح وحش الله يرحمه كان في الدورات التدريبيه الافريقيه كان بيبدا بالواقع دي. احكي لي الساده المشاهدين احكي. يعني عايز اقول لك احنا احنا كنا بنلعب منتخب الجزائر المباراه الاولى في الجزائر والمباراه الثانيه في القاهره واللي هيكسب مننا هيروح اولمبياد لوس انجلوس. لوس انجلوس 86 الكلام ده كان 84 وده كانت المباراه الاولى بيننا وبين الجزائر كانت في الجزائر. عايز اقول لك ان احنا المباراه دي خرجنا 1-1 ابراهيم يوسف جاب يعني جول وهما تعادلوا واحنا كده في الوقت الاخير كده عصاد اللي هو الجناح لعب كوره طويله راحت للجناح
فراح منزلها زي شحات كده لما بيعمل مع السوليه سندها بينزلها له بين 6 يارد ضربه الجزاء. كابتن عبد الصالح وحش قال لو انت تقدر يعني تخبط في العارضه وتطلع كوره خطره اعملها يعني حضرتك حرفيا خدت الموضوع بالظبط. فانا عملت يعني انا سبحان الله رد الفعل للمدافع ودي كانت صعبه قوي. يعني انا رحت مع الكوره وبعدين شايفها وهي نازله واخد بالك وعص رباح مدجير جاي بقى انت عارف رباح كان مهاجمين قطريين جدا جاي بعزمه كله جاي بقى ايه جاي بيدلع بقى يعني جاي فارد رجله كده وهيجيب جول بقى ايه عالمي. فانا سبحان الله في ثانيه فكرت قلت طب هعمل ايه رحت طاير اكني بطير في حمام سباحه الستارت من الحاره اللي انت في حمام السباحه دي وبعدين الراجل بيضرب الستارت بالظبط كده فبتنط في دقيقه رحت طاير ونزلت عنده وهو بيحط الكوره راسي جت على انكر رجله شوت رجل شوت راسك على انكر رجله فهو قال لك لو انا شوت ممكن رد فعل اكسر له رجله فهو عشان كان محترف وقتها بيلعب في البرتغال فهو راح موقف رجله كده ثبتها ما رضاش يكمل فراح اتخبط في وش رجله ونزلت تضحك خفيفه جدا يا سلام اكرامي ما صدقش يعني اكرامي بجد كان مبهور دي كانت خلصت القصه كانت خلصت القصه والله خلاص ورحنا لوس انجلوس 84 يعني عملنا دوره عايز اقول لك يا فارس ان احنا مشينا بقى مسافرين طبعا كابتن عبد الصالح وحش بعد المباراه عمل اجتماع للتيم وقال يا جماعه انا بشكر بقى عمار همام ان هو نفذ الكلام اللي انا قلته بحذافيره واحنا في المطار في الفجر مروحين لقيت رباح مدجير جاي هو كان محترف في البرتغال فجاي معاه ابنه واسرته يعني فلقيته جاي عليا فسلم عليا قال لي يا همو انا عايز اسالك سؤال انت لعبت اللعبه دي ازاي؟ او الحركه دي انت قلت له ما اعرفش انا حاجه لاجوريه حاجه جوايا انا لقيتك انت هتخلص علينا قلت اخلص عليك قبل ما تخلص علينا يعني عايز اقول لك كل ما بيقابلني يعني مع مرور السنين كل ما يتذكر يتذكرها كابتن محمود خطيب ويتذكرها جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي ان حضرتك يا كابتن مات بجد والله قامه وقيمه انا سعيد ان كنت مع حضرتك النهارده انا سعيد جدا مع كابتن هيثم يعني. حضرتك كابتن هيثم لازم الختام يكون عند حضرتك برضه لان انا كنت سعيد ان انا معاك لا احنا سعداء بيك يا كابتن وبنشكرك وكل سنه وحضرتك طيب ربنا يخليك يا هيثم متشكر جدا انا سعيد بيكم طبعا وسعيد بالبرنامج الجميل اللي مشوق اللي مساعدنا ومفرحنا طول شهر رمضان وجمهور النادي الاهلي اللي هو 90 مليون بيتفرج عليكم ومستمتع جدا 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 بيكم وعايز اقول لك من نجاح لنجاح ان شاء الله باذن الله لفارس وليك هيثم ولشيفنا طبعا منورنا النهارده وقصه البرنامج وكل سنه وانتم طيبين كل سنه وحضرتك طيب واعزائي المشاهدين دي كانت سهرتنا النهارده وكان ضيفنا الكابتن الكبير ماهر همام انتظرونا في سهرات جديده والاهلي في رمضان وما تروحوش عنا بعيد خلاص فاضل 4-5 ايام ولكن انتظروا سهرات والمزيد والمزيد من نجومنا وابطالنا